أول حاجة كنبغي نشكر سعادة الرئيس سي عزيز. أنا فرحان بزاف بانضمام ديالي لهذا الفريق الكبير، الفريق اللي معروف بالألقاب، معروف بالإنجازات اللي حقق، فريق اللي كيضم قاعدة جماهيرية كبيرة. جيت لهذا الفريق باش نقدم الإضافة، ونتمنى ربي ما يخيبنيش. وشكرا. فريق تعرفوا كل شيء، فريق الرجاء البيضاوي، فريق عنده قاعده جماهيريه كبيره تلعب على الالقاب، وتنتمنى ان شاء الله نكون في المستوى المطلوب ونفرح ان شاء الله الجماهير الرجاويه. انا جيت سعيد بانضمام لفريق الرجاء البيضاوي اللي اي لاعب مغرب ولا كره مغرب نتمنى انه يكون الخامس ديال الفريق، فنتمنى من الله التوفيق ونكون عند حسن الظن جميع مكون فريق الرجاء. كنشكر السيد الرئيس واللجنه التقنيه اللي وضعت بيا الثقه، وكنتمنى ان شاء الله انني نكون عن حسن الظن الجميع ونقدم الاضافه ونعطي في كل المجهود ان شاء الله. داكشي اللي كنتمناه يعني اي واحد يلبس القميص ديال فريق الرجاء البيضاوي، بالنسبه لي هذا شرف كبير، وان شاء الله كنتمنى انني نكون عن حسن الظن الجميع. اولا كنشكر سعاده الرئيس واللجنه التقنيه اللي وضعوا فيا الثقه، كنتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الظن جماهير الرجاء البيضاوي، وتكون هذه السنه ان شاء الله سنه الالقاب. انا كنبغي نشكر السي عزيز واللجنه التقنيه اللي وضعت فيا الثقه، كنتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الظن الجميع وشكرا. الكلمه ديالي هي رجوع للزاويه، كيف كنقول حتى انا شريف رجعت للزاويه اللي ديالنا، هذه الكلمه اللي غادي نقول، ما غاديش نزيد وما غاديش نقص. ان شاء الله نتمنوا حد موفق للسي عزيز والطاقم التقني ديالو، ويكون شي عام ممتاز ان شاء الله كيف ما في الاول دينا الالقاب، نقدروا نديو الالقاب مره ثانيه ان شاء الله. وشكرا، انا بحال هكا اسمحوا لنا. كنشكرهم بزاف، وكنشكر السي عزيز اللي من بعد واحد المحنه كبيره باش وصلنا لواحد الاتفاق، كنشكرو بزاف، وشرف لي باش ندافع على فريق الرجاء البيضاوي، فريق اللي كبير، وان شاء الله كنتمنى باش نحققوا واحد الانجاز كبير مع هذا العام هادي، هذا العام هذا باش نعوضوا السنه اللي دازت، وان شاء الله يكون الخير. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.